فالمنتخب الأنغولي تنظن أنه بصم على مشاركة يعني جد مشرفة. تنظن أنه دخل في المنافسة في المباراة الثالثة، عنده أحسن العناصر من ناحية المهارات الفردية. احنا وقفنا على جميع النقاط ديال القوة ديالو والنقاط السلبية كذلك، وحنا دابا تنتهيئوا لأنها راه تكون مباراة مصيرية بالنسبة له، لأول مرة تيتأهل للنصف النهائي، داير أمامه تأهيل لكأس العالم. هاد الطموحات كلهم حتى حنا عندنا، بالإضافة للجمهور ديالنا ديال مدينة العيون. فتنظن أن المباراة غتكون قوية وماشي سهلة، ولكن إن شاء الله نتمنى تكون في صالح.